إذن قبل ذلك أريد أن أشيد بالمبادرات الإيجابية التي تم اتخاذها على المستوى المحلي من طرف بعض الرؤساء المؤسسات المدرسية، من تصليح طاولات، تنظيف الأقسام وطلاء المؤسسات. لقد أظهر أصحاب هذه المبادرات درجة عالية من الالتزام نحو المدرسة. هي مثل هذه الممارسات التي تعبر عن الحس المدني والسلوك المواطنة التي نحتاجها اليوم. شكرا مرة أخرى.